بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محاضرة النهاردة تحت رعاية شركة Equity Global Markets. هيكون معاكم أماني رشيد، محللة فنية في مجموعة Equity. إن شاء الله المحاضرة النهاردة هنشرح فيها استراتيجية السلوك السعري، ونتعلم فيها التداول باستخدام البرايس أكشن وإتقان التعامل مع حركة السعر. طيب، في البداية عاوزين نعرف إيه هو السلوك السعري أو البرايس أكشن. دي مقدمة بسيطة عن إيه هو السلوك السعري بشكل عام. السلوك السعري هو استخدام التحليل الفني بصورة فعالة في التداول، بيساعدنا على اتخاذ قرار أي قرار البيع الشراء عن طريق الاعتماد على الرسم البياني وحركة السعر اللي قدامنا فقط، علشان ندخل قرار أو نتخذ قرار بيع أو شراء. كل اللي علينا إن احنا بنتبع وبنحلل حركة السعر اللي قدامنا بس، بدون إضافة أي مؤشر. فمدرسة السلوك السعري دي بتعتمد على إن الرسم البياني اللي قدامنا بيعكس نفسية المتداولين خلال فترة ما، على الساعة، على النص ساعة، على اليوم، على الدقيقة، وهكذا. مش هتفرق أنهي إطار زمني، بس مهما كان أنت بمجرد أنك بتفتح الرسم البياني إحنا بنركز على حركة السعر، لأن حركة السعر دي بتعكس نفسية المتداولين خلال الفترة دي. فلو مثلا الاتجاه عندي حركة السعر عمالة تطلع، يعني معنى كده إن النفسية دلوقتي أو اللي موجود في السوق القوة الشرائية، يبقى أنا كده أدخل شراء مع الاتجاه العام للسوق، وده اللي إحنا هنوضحه بشكل عملي دلوقتي مع بعض. طيب، بيعتمد السلوك السعري على مبدأ مهم جدا، وهو إن السعر بيعكس كل حاجة. زي ما قلنا دلوقتي، هو كل حاجة قدامنا موجودة أو بتترجم، نقدر نترجمها من حركة السعر اللي قدامنا، وبتدينا كل الإشارات اللازمة اللي بنحتاجها خلال عملية اتخاذ القرار. أهم نقطة بقى في السلوك السعري هو بتتلخص في إيه؟ مدى استيعابي كمتداول على فهم حركة السعر اللي قدامي دلوقتي. يعني مثلا لو لقيت السعر زي ما قلنا بيطلع، السعر بيرتفع، هل ده كده اتجاه صاعد؟ تمام، يبقى أنا دلوقتي خلاص هدخل الشراء. بس ممكن يكون السعر بيطلع بس السعر بيقولك خلي بالك، ده فيها لو احنا ركزنا هنلاقي ان في اشارات بتقولك على الانعكاس. يعني مش اي اتجاه صاعد ندخل نشتري وخلاص، لا، ده احنا لازم نكون فاهمين ايه حركة السعر نفسها. هل هو اتجاه صاعد مكمل، ولا هل هينعكس في اتجاه هابط، هل هيمشي في حركة عرضية؟ كل ده تنبؤات واحتمالات بس بتترجم لنا من حركة السعر اللي موجودة قدامنا. بعد كده ازاي بقى نقدر نستفيد من حركة السعر اللي قدامنا؟ اول حاجة لازم ندرك ان السوق هو سوق متغير دائما. يعني ممكن لو الصوت سمعيني كويس ممكن تدوس رقم واحد عشان نقدر نكمل. تمام، خلاص كده كلكم سمعيني. تمام، نكمل. نرجع للحتة دي تاني علشان اللي ما قدرش يسمعنا. لازم اول حاجة ازاي نستفيد من حركة السعر، اول حاجة لازم ندرك ان السعر ان السوق ده متغير دائما. يعني ممكن لازم ادرك ان في متغيرات ممكن انها تحصل بتأثر على حركة السعر. لازم انا كمتداول اكون مرن، ما ينفعش اجي اقول اصل السعر النهاردة طالع او النهاردة في صعود يبقى هاجي بكره هلاقي اكيد 100% في صعود. لا، يمكن، مستحيل هنلاقي السعر بيتحرك في اتجاه واحد لفترات اللي هي يعني خلاص الى الابد. لا، لازم هنلاقي على الاقل لو اتجاه صاعد هيبقى في تصحيحات، دي اقل حاجه. لازم ادرك ان في مثلا في مقاومه ممكن مثلا السعر يرتد منها، لو السعر طالع طبعا ممكن يحصل خبر، ممكن يحصل حدث. كل ده لازم اكون مرن في التعامل مع حركه السعر. مش معنى زي ما قلنا ان احنا النهارده نلاقي الاتجاه مثلا هابط، العكس هاجي بكره هلاقيه برضه هابط. تمام. تاني حاجة ان يكون غير معقد وسهل. عشان اقدر استفيد من حركة السعر، في ناس بتفضل ان هم يستخدموا مؤشرات او بيضيفوا مؤشرات كتير على حركة السعر او على الرسم البياني، بس انا علشان استفيد من حركة السعر لازم يكون الرسم بسيط قدامي، لازم يكون غير معقد. وانا من رايي ان كل ما كان الرسم البياني ظاهر عندي بشكل بسيط، كل ما اقدر استفيد من حركه السعر دي بشكل سلس ومن غير ما ابذل مجهود زياده.
في ناس تقعد تعمل ايه، تحط مؤشرات كتير، في الاخر السوق مش الحركه السعر مش باينه. طب هنقدر نستفيد او هنقدر نترجم او نشوف السعر بيقول لنا ايه؟ لا مش هنقدر نعمل كده. فكل ما كان السوق او السعر بيتحرك فيه يعني من غير مؤشرات، كل ما كان بسيط، كل ما نقدر نستفيد من حركه السعر وكل ما نفهمها بكل سهوله. طيب تالت حاجه الوقت، وده عامل كبير جدا لازم نخليه في اعتبارنا لو احنا بنتداول بالسلوك، يعني بناء على السلوك السعري. لازم وانا بحلل اكون قادره على فهم حركه السعر في الوقت ده واقدر استفيد منه. يعني انا ممكن ماشي انا شايفه اتجاه صاعد، بس انا مش قادره، يعني انا شايفه وفاهمه ان ده اتجاه صاعد، بس انا مش قادره استفيد من حركه السعر اللي بتحصل دلوقتي في ان انا ادخل عمليه بيع او شراء. انا مش قادر اعمل الموضوع ده. لا انا دلوقتي من عشان اقدر استفيد من حركه السعر لازم اختار التوقيت، لازم اكون عارف امتى هدخل، او ان السعر دلوقتي بيقول لك هل ادخل ولا استنى شويه. التوقيت ده من اهم العوامل اللي بتاثر على عمليات اتخاذ القرار، او عامه هي اللي ممكن تخلينا نكسب او نخسر، على الرغم ان هو ممكن اتجاه صاعد بس في ناس تدخل تشتري في وقت غلط، فالسعر ينعكس عليه خلال حركه تصحيه فيضرب الستوب لوس بتاعها. فلازم التوقيت. طيب نيجي دلوقتي على أهمية السلوك السعري. السلوك السعري بشكل بسيط جدا هو يعتبر قلب أي سوق مالي. يعني مثلا لو مش قادرين نفهم حركة السعر مش هنقدر نحقق الأرباح اللي احنا نفسنا فيها أو اللي احنا عايزين نحققها. بنشبهها بإيه؟ لو انت مثلا ما بتعرفش تقرا كتاب، ما بتعرفش تقرا أصلا، ماشي، مش هتقدر تفهم الكتاب ده بيقول لك ايه. كذلك برضو لو ترجمناها على الرسم البياني، لو انت مش قادر تفهم السعر بيقول لك ايه، لو انت مش عارف تقرا حركه السعر مش هتعرف تستفيد منها، ومش هتعرف اصلا يعني اللي هو ايه، وانت مش عارف، انت مش فاهم دلوقتي حركه السعر قدامنا ايه، انت مش قادر تدرك او تستفيد من الحركه دلوقتي سواء ان انت تبيع او تشتري. تمام. طيب برضو قبل ما ندخل على الرسم البياني ونطبق عملي على السلوك السعري، لازم نكون مخليين بالنا من حاجتين مهمين جدا. حاجة مهمة قوي ان في عندي حركة السعر بتنقسم لنوعين، اما ان تكون حركة اتجاهية يا اما حركة عرضية. اول نوع وهي الحركة الاتجاهية، ودي بتكون يا اما صاعدة يا اما هابطة. لو بصينا هنا على الشمال هنلاقي ان هي حركه صاعده. طب عرفنا منين ان حركه صاعده؟ ان السعر بيطلع. طيب لو ترجمناها بشكل يعني اسهل، هنلاقي ان السعر هنا عندنا دي قمم، اللي فوق دي قمم، هنلاقي ان السعر بيعمل كل قمه اعلى من القمه اللي قبلها، وكذلك كل قاع اعلى من القاع اللي قبله. يبقى اذا انا اعرف منين انها حركه اتجاهيه صاعده؟ ان القمم اعلى من القمم السابقه والقيعين اعلى من القيعين السابقه. يعني ببساطه ان السعر بيطلع، دي كده تبقى حركه اتجاهيه صاعده. طيب العكس بتاع حركه اتجاهيه الصاعده اللي هو الحركه الهابطه، ودي زي ما احنا شايفين على ايدينا اليمين السعر بيتراجع، يعني السعر بشكل بسيط بيكون كل قمه اقل من القمه اللي قبلها وكل قاع اقل من القاع اللي قبله. طيب يبقى احنا عرفنا امتى نعرف ان دي حركه صاعده ودي امتى حركه هابطه. لازم نخلي بالنا من الموضوع ده، مهم جدا. طيب الحركه الصاعده لازم القمم والقيعين اعلى من القمم والقيعين الاسبق ليها. طيب الحركه الهابطه القمه والقاع يعني اقل او ادنى من القمه والقاع اللي قبلهم. طيب لو كان مثلا القمم في الحركه الصاعده، لو لقينا ان الحركه صاعده مثلا القمم اعلى من القمم اللي قبلها لكن القاعين لا احنا كده مش بندخل. يعني القاعين في قاع عالي قوي، في قاع بعدها واطي، في وهكذا. يعني القاعين مش باين ان القاعين مثلا في اتجاه واحد، لا يبقى احنا كده بندخل في كاتيجوري تاني او نوع تاني، وهو الحركه العرضيه. الحركه العرضيه زي ما احنا شايفين اهو، احنا هنا دخلنا في الحركة العرضية. الحركة العرضية دي بتكون القمم والقيعين متباينة، ما بتكونش في اتجاه واضح، يعني السعر بيتحرك في اتجاه غير محدد. هنا عندي قمة عالية، بعد كده جت قمة واطية، قمة عالية تاني، وهكذا. السعر ملوش اتجاه واضح، ما دام ملوش اتجاه واضح صاعد او هابط بنقول عليه حركة عرضية.
مثلا هنا القمة، لا هنا في قمة أعلى من قمة، لكن القاعين لا، شايفين القاعين في مستوى واحد أو القاعين أقل، لا يبقى احنا كده في حركة عرضية. طيب قبل ما نتنقل على حاجة تانية، عايزين نرجع للحركة الاتجاهية، عشان في حاجة لازم نخلي بالنا منها. الحركة الاتجاهية سواء صاعدة أو هابطة، دي بتكون عبارة عن بتنقسم لثلاث أنواع، يا إما حركة ضعيفة، يا إما حركة متوسطة، يا إما حركة قوية. طيب اللي عندنا هنا على الرسم سواء على اليمين أو الشمال، هنا دي حركة متوسطة. طيب الحركة القوية دي بتكون اتجاه، يعني السعر بيطلع بشكل حاد قوي ومن غير تصحيحات، يعني احنا شايفين هنا مثلا اتجاه صاعد، عمل السعر قوي وبعد كده ابتدى يطلع، عمل تصحيح رجع وبعد كده ابتدى يطلع تاني. لكن هنلاقي في الحركة اللي هي القوية، الحركة الصاعدة القوية، هنلاقي ان السعر ما بيعملش تصحيحات كتير، السعر بيطلع بشكل حاد. بس خلي بالنا من حاجة، ان السعر ده يعني غالبا ما بتدومش الحركة الاتجاهية القوية دي بشكل طويل، وسرعان ان هي السعر او القوة البيعية بتيجي تستحوذ على السعر وبتدفعه الكسر الحركة دي. يعني غالبا الحركة الاتجاهية القوية ما بتدومش كتير. برضو الحركة الضعيفة لازم نخلي بالنا ان هي بتدل على ضعف القوة المسيطرة، سواء القوة البيعية او الشرائية، دي بتخليها في اتجاه بس ضعيف. طيب معنى كده مثلا لو اتجاه صاعد بس ضعيف، يبقى معنى كده ان القوة الشرائية ضعيفة، يبقى معنى كده ان في نسب احتمالات ان السعر يكسر ويبتدي ينزل او يبتدي يتراجع بتزداد عندي. لكن الحركة المتوسطة ممكن انها تستمر لفترات طويلة من الوقت. تمام؟ طيب كده يعني احنا ببساطة اتكلمنا عن انواع حركة السعر، واتكلمنا ايه هو السلوك السعري، اتكلمنا بشكل ممكن لو الصوت كويس تدوسوا رقم واحد عشان نقدر نكمل. في صوت كده؟ تمام. طيب في حد عنده سؤال او استفسار قبل ما نبتدي نكمل ونطبق بشكل عملي؟ طيب نكمل. طيب هنيجي هنا بقى، لقينا مثلا زوج الاسترالي دولار. تمام. لو بصينا مثلا على الاربع ساعات، هنخلي بالنا من حاجه مهمه. السعر بيكون ايه؟ قيعين، ماشي، اعلى من القيعين السابقه، وكذلك قمم اعلى من القمم السابقه. كل قاع، يعني قاع ده اعلى من القاع ده، اعلى من القاع ده، اعلى من القاع ده، والقاع ده اعلى منه، وكذلك القمه. طيب يبقى كده احنا اول حاجه استنتجناها ان عندنا هنا الاتجاه العام على الاسترالي دولار دلوقتي اتجاه صاعد. طيب لو خدنا السعر، حركه السعر من الاول خالص، لو رجعنا الفتره كده، هنلاقي ان السعر هنا في الفتره دي كان، في السعر في الفتره دي كان ماشي في حركه عرضيه. بعد كده جه وصل لاول مقاومه، ماشي، اول هنا عمل اعلى سعر، بعد كده وصل هنا المقاومه، السعر ارتد، جه هنا عشان بس ايه نقدر نبين اكتر، وصل هنا للمقاومه دي وبعد كده السعر ارتد، فكانت فرصه كويسه لان هو حركه عرضيه. عندي الحركه عرضيه، كان الاول السعر عمل دعم، بعد كده الدعم اتكسر في الحته دي، بعد كده ابتدى يرتد، كانت الدعم ده اصبح مقاومه،
ده دعمه مكسور اصبح لاعب. جه هنا اول لما جه هنا كانت فرصه كويسه، وارتد عمل شمعة نموذج الشهاب، ده نموذج ارتدادي انعكاسي. اول لما بان ممكن كانت فرصه كويسه للبيع. طيب بعنا، وصل لحد السعر هنا، ابتدى يطلع تاني، وبعد كده وصل لحد هنا السعر كسر. كسر ايه؟ كسر المقاومة دي لحد ما عمل هنا اقل السعر. خلاص كده ابتدى بقى ايه السعر يطلع. كده ابتدى من اول هنا، لو بصينا من اول هنا السعر ابتدى يتحرك في اتجاه جديد. خلاص الحركة العرضية دي خلصت، ابتدى السعر يتحرك في اتجاه جديد. السعر هنا طلع، دي ابتدى يتذبذب، مش ممكن نقول عليها حركة سلاحية. طيب واضح عندنا برضو، نخلي بالنا من حاجة مهمة جدا. لو كان السعر مش يعني ما كانش لسه تكون ده ماشي، وانا كنت اشتريت مثلا اشترينا من هنا، كنت المفروض اعرف ليه؟ لان المقاومه بقى هنا في مقاومه، فهنا فضل السعر يتحرك ما بين يتذبذب لحد ما بدا يرتد. طيب ما اعرفش ان هو اتجاه صاعد، ابتدى يعني في صوت تمام ولا في مشكله؟ في حد عنده مشكلة في الصوت؟ ممكن لو سمعني تدوس رقم واحد؟ ممكن لو سمعني دلوقتي ولا في تمام؟ كله عنده تمام؟ نكمل. طيب لحد ما طيب هو لسه متقطع ولا في حد عنده مشكلة في الصوت تاني غير الأستاذ جورج؟ ممكن لو سامعيني كويس تدوسوا رقم واحد. طيب كده كويس. طيب نكمل. طيب تمام، فضل السعر يطلع لحد ما وصل للمستوى ده. احنا كان المستوى ده كان مجهول، احنا ما نعرفش ان السعر هيحصل فيه كده، بس في نفس الفتره لو خدنا بالنا هنا كان في تذبذب، هنا برضو هنلاقي ان في تذبذب لحد ما خدنا بالنا من حاجه ابتدى يطلع منها من المستوى ده. خلاص يبقى كده عندي اول ارتكاز، كده عندي تاني ارتكاز، ده تالت ارتكاز، بقى عندي تلات نقاط ارتد منهم خط الاتجاه، يبقى كده عندي بقى خط اتجاه صاعد. انا عشان اقدر اقول ان ده خط اتجاه صاعد لازم يكون ده خط الاتجاه ثلاث مرات، ما ينفعش اجي على ارتكازين فقط واقول ان ده اتجاه صاعد، لازم يكون ارتد ثلاث مرات، وفي الرابعه اقدر ادخل اشتري او ابيع، ده سواء في الاتجاه الصاعد او في الاتجاه الهابط. طيب هنا عندي دلوقتي خلاص ارتداد، هنا واحد هنا اتنين هنا تلاتة هنا اربعة، كنت ممكن ادخل اشتري من هنا، بس انا دي ما كانتش باينة قوي، يعني كانت نقطة ارتداد مش قوية قوي. طيب جينا هنا دلوقتي، اهي دي فرصة دلوقتي نقدر نقول ان دي فرصة كويسة للشراء، دي صفقة يعني اللي يدخلها دلوقتي يبقى كده تمام. طيب ايه اللي حصل؟ ان السعر وصل لرابع خامس ارتكاز اهو، يعني اكتر. بصوا عشان نكون مخليين بالنا، احنا قلنا ان الثلاث ارتكازات نقدر نقول عليه ان هو خط اتجاه، رابع ممكن نشتري، بس خلينا كل لما كان عدد الارتكازات على خط الاتجاه اكتر، كل ما نقدر نقول ان الخط الاتجاه ده خط قوي. ولو خدنا بالنا هو ماشي في حركة اتجاهية متوسطة، والحركة الاتجاهية المتوسطة دي طويلة ومن الوقت.
طيب بقى خلاص ارتاحتي. وغير كده كمان هو عمل لو احنا مسحنا دي عشان هنلاقي ان هنا في نموذج السعر او نموذج اللي هي حامل، ودي عباره عن شمعه هابطه بيجي بعدها شمعه صاعده صغيره بتتولد من الشمعه. حلو، احنا بدون مؤشرات وبدون اي حاجه، احنا كل اللي عملناه ان احنا فهمنا حركه السعر، شفنا ايه اللي حصل قبل كده، وبنحاول نتخذ قرار سواء بالبيع والشراء فيما بعد. طيب هنا بقى كانت فرصه كويسه ان احنا نشتري. طيب افرض هنحط فين مثلا الستوب لوس؟ هنحطه تحت خط الدعم ده بشويه، يعني علشان ندي السعر يتنفس زي ما قلنا طول المحاضرات اللي فاتت، لازم اخلي السعر يتنفس. يعني ما ينفعش ان انا احطه عند الستوب لوس او التارجت عند ان هو يتحرك براحته من غير ما يضرب الستوب لوس، يعني مثلا تحت السعر 3 4 نقط كده. ممكن مثلا نحطه هنا، والتارجت هنختار اعلى سعر، ده اعلى سعر اهو، فممكن نحط التارجت هنا او نحطه هنا. يبقى دي بقى عندي صفقه بيع، صفقة شراء، السعر ارتد من خط الاتجاه وصعد. دي صفقة حالية مثلا على الاسترالي دولار. فهمنا الحركة السعر من أيام، من ساعة ما كان حركة عرضية ابتدى إنها حركة صاعدة. طيب السؤال في الاسترالي دولار قبل ما نتنقل على بقية الأمثلة. تمام نكمل. طيب مثال برضو على احنا خدنا اول حاجه على الاسترالي دولار الحركه الاتجاهيه. نيجي دلوقتي على الدولار الكندي. لو بصينا على الدولار الكندي زي ما احنا شايفين هنلاقيها حركه اتجاه عرضيه. عرفنا منين انها حركه عرضيه؟ ان السعر بيكون قمم وقيعان، مش في مستويات واحده ومش في اتجاه واحد. يعني مثلا عندي هنا عمل السعر قمه ووصل لقاع اعلى من ال بس ممكن تدوس رقم واحد. تمام كده يا جماعة، عند كل الناس ولا في حد عنده مشكلة؟ تمام نكمل. ممكن مثلا يجي حد من هنا من ايام، من ساعه ما كان السعر هنا عمل السعر مستوى اهو، ده عمل اقل سعر، وصل لاقل سعر، السعر طلع لحد هنا بعد كده وصل تاني. طيب هل دي فرصه كويسه ان احنا نشتري من هنا؟ ممكن حد يجي يقول انا بفضل اتداول على الحركه العرضيه، ابيع من من الدعم، يوصل هنا يشتري مع وضع الهدف ان طيب السعر. وغالبا الشكل ده كان في خبر ينزل بشكل مفاجئ، انا حبيت اوريها لكم اللي بيحصل. السعر اصلا استثني تماما من الحركه اصلا، ولا بالصعود ولا تمام. طيب هل فرصه كويسه يعني؟ هل احنا كده خاصه كمان اللي بيقوي ان احنا نشتري من الدعم؟ لو حصل عندنا نموذج انعكاسي قوي زي ما احنا هنا شايفين، في هنا نموذج
هنا البين بار او اللي هو نموذج المطرقه اهي، باين اهي ده نموذج المطرقه. فممكن مثلا لو الساعه وصل هنا ممكن ممكن هنا ممكن دي، لا ده مش نموذج. خلاص تمام، اشتبينا مثلا من هنا لحد هنا، ده كان ممكن مثلا يعني مثلا في حلقه عرضيه قدامنا. طيب في عندنا هنا برضو السعر عمل ادنى سعر هنا، ابتدى الذبذب هنا ماشي اوكي. احنا ممكن مثلا هو السعر يطلع، لو طلع لحد المستوى ده ونزل تاني، يعني لو السعر نزل كده ماشي لحد دي من هنا، لو شمع انعكاسيه تبقى كويسه ان احنا نشتري. وهي لكن ده منظر الحركه الاتجاهيه، الحركه العرضيه، معلش ده منظر الحركه العرضيه، بنعرفها منين؟ ان السعر كوين واحد واحد. تمام. طيب في عندي هنا نموذج، في عندي على زوج اليورو استرليني، في كان الأول السعر ماشي هنا، كانت حركة صاعدة، الحركة دي كانت حركة صاعدة، جه السعر مشي هنا في حركة عرضية، هو السعر بيمشي في اتجاهات، هو كمان كان حركة صاعدة عرضية. طيب ابتدى السعر يرتد، كان ممكن لو انا ماشي في حركه لسه السعر لسه ما يعني لسه هنا، هنا طلع والثانيه هنا الثالثه، ممكن مثلا ادخل حد يقول لك انا هدخل ابيع من المقاومه دي واحط لها مثلا او احطها تمام عند ايه اقل سعر ممكن. بس السعر بقى لما كسر المستوى، المستوى ده واضح ان هو كان مستوى دعم كويس او مستوى. هنا دينا بقى نفكر احنا ما نبصش غير بس ليه، لان السعر الحركه العرضيه ده في اتجاه هابط زي ما احنا شايفين فيما في اللي حصل بعد كده. طيب فضل ماشي في ايه اتجاه هابط، ارتد هنا، دي كانت اول ارتكاز، ده تاني ارتكاز، ده تالت ارتكاز، خط التفت وبعد خط التفت. هنا بقى لو خدنا بالنا دي كانت فرصه كويسه جدا 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 للبيع، للناس اللي كانت بتتابع اليورو استرليني في النهارده حتى كانت فرصه حلوه للبيع. طيب عمل هنا السعر عمل اول ارتكاز من خط الاتجاه، هنا تاني ارتكاز، هنا تالت ارتكاز، ده الرابع، الرابع نقدر نتداول عليه. طيب عمل هنا السعر طلع وبعد كده راح عامل نموذج الشهاد، عمل نموذج الشهاب، ده نموذج انعكاسي والظل بتاعها العلوي، الظل العلوي كبير جدا، فده يدل على يعني كانت المشترين هم المسيطرين على السوق، بعد كده جم البائعين دفعوا السعر الاسفل، السعر اغلق على شمعة هابطة شوتنج ستار او نموذج الشهاب. هو دلوقتي انا من رايي لسه اللي هو الايه التوقعات السلبية بتاعتها، وان التوقعات ان الزوج يفضل ينزل هي اللي قايمه دلوقتي. ليه؟ لان السعر لسه ما اخترقش خط الاتجاه، وممكن مثلا كنت احط ايه التارجت هنا، يعني مثلا يبقى من هنا لهنا يكون 16 نقطه لحد دلوقتي، لسه ممكن يكمل، ممكن يكسر المستوى ده وينزل. توقعات ان السعر ينزل اكتر من ان السعر يطلع، طول ما السعر ما اخترقش خط الاتجاه الهابط اللي مرسوم عندي. تمام كده؟ في حد عنده سؤال طيب او استفسار قبل ما نكمل؟ لو حد عنده سؤال او استفسار ممكن ايه يعني تقولوه، عشان لو في حد مش فاهم حاجه او عايز نعيد جزئيه ممكن ايه نقولها مع بعض عشان كلنا نفهمها. تمام نكمل؟ طيب عندنا هنا بقى اتنقلنا على زوج اليورين. لو بصينا اليورين هنلاقي الحركه دلوقتي اللي موجوده قدامنا هي حركه عرضيه،
هي كان في الأول اتجاه صاعد، وكانت حركة صاعدة قوية أي حادة، تمام. السعر كسرها وابتدى يتحرك في اتجاه عرضي ما بين قمة موقعين. القاع عندي أهو، تمام. السعر عمال بيتحرك من يوم 16/1 في حركة عرضية، بقاله أسبوع لحد دلوقتي في حركة عرضية. تبيع وتشتري في الحركة العرضية، يعني مثلا ممكن هو هنا ارتد من قاع، عمل هنا أدنى سعر وصل لحد مثلا، دي فرصة كويسة إن احنا نشتري. كانت ممكن تبقى فرصة كويسة لو بصينا عن قريب، من قريب هنلاقي ان هي السعر عمل هنا نموذج المطرقة المقلوب، فكانت المقلوب ده في نهاية الاتجاه الهابط او الدعم، وده الانعكاس، وده نموذج المطرقة المقلوب. هل ده يدعم الشراء؟ ممكن يدعم الشراء، ممكن نحط الستوب لوس هنا مثلا والتارجت عند المقاومة دي. دي كانت فرصة لحد هنا جديدة، وبعد كده ابتدى فرص كويسة انت بقى نشتري لما اقيمي. فدي كانت فرصة كويسة ان احنا نشتري ونحط الستوب لوس. هو في الخسارة هيبقى قليل جدا، يعني لو بصينا هنلاقي ان الستوب لوس كان نحطه هنا مثلا، ممكن لو الصوت كويس دوس رقم 1 عشان نقدر نكمل. طيب تمام كده عند الناس كلها. نكمل. طيب دي بقى كانت فرصة كويسة جدا ان احنا نشتري اتجاه عندي اتجاه عرضي. السعر ارتد من دعم، بنحط الهدف عند اقرب الخسارة اسفل الدعم. خلاص دي كانت صفقة على الاتجاه العرضي. طيب دلوقتي مثلا عندنا بقى السعر، لو نبعد كده عشان نشوف الشكل العام. طيب دلوقتي بقى هل انا اشتري ولا بيع؟ طيب انا ممكن استنى، ماشي. هو السعر دلوقتي بينزل، انا ممكن استنى لحد ما يوصل دعم اللي هو 135 18 او 135 20، ممكن استنى لحد المستوى ده. اول ما يرتد منه ويكون نموذج انعكاسي من الشموع اليابانيه والسعر يبتدي يطلع، انا ممكن اشتري. احط التارجت فين؟ احطه عند مستوى الدعم ده اللي هو مستوى المقاومه اللي هو 136 20، احنا ممكن نخليه 136. يبقى انا شارياه
من 135 20، التارجت عندي 136، يعني حوالي 80 نقطة. الستوب لوس هيبقى 20 نقطة أو 15 نقطة. يبقى احنا كده صفقة يعني التارجت فيها أعلى من الستوب لوس بكتير جدا. طيب نفترض مثلا ان السعر وصل لحد مستوى الدعم ده وكسره، هل معنى كده ايه؟ معنى كده ان القوة البيعية أصبحت هي المسيطرة على السوق، وبالتالي كل اللي هنبص عليه فيما بعد صفقات بيع وليست شراء. طيب نكمل. الناس اللي كانت معانا في المحاضرات اللي قبل كده اللي اتكلمنا فيها على النماذج الأنماط السعرية الانعكاسية، جينا لقينا هنا على مثلا اليورو نيوزيلندي في نموذج انعكاسي. النموذج الانعكاسي ده نموذج الوتد الصاعد، ممكن هنقول عليه سوري معلش الوتد الهابط، صح يا استاذ محمد؟ ممكن نقول عليه نموذج وتد هابط، وممكن للناس اللي حتى ما عندهاش خلفيه كبيره على النماذج الانعكاسيه ممكن نقول ان دي حركه هابطه بس ضعيفه. طيب الحركه الهابطه الضعيفه دي بتدعم ايه؟ بتقول لك ان القوه البيعيه هي الضعيفه دلوقتي في الوقت الحالي، وان القوه الشرائيه هي اللي ابتدت. يعني انا مثلا ايه، حركه هابطه، السعر بيتحرك في حركه هابطه ضعيفه، ماشي؟ يعني القوه البيعيه دلوقتي ضعيفه، تمام؟ يبقى احتمالات ان السعر او المشترين يجوا يسيطروا على السوق ويدفعوه لاعلى احتمالات كبيره جدا. يبقى انا هفكر دلوقتي ان انا استنى، او لما السعر يعمل يعني يكسر او يتجاوز الوتد الهابط صعودا، ان هو يخترق الوتد الهابط لاعلى، انا ادخل اشتري على طول مع الاتجاه العام للسوق. دلوقتي السعر المفروض ان هو بيرتد من الوتد الهابط، بيرتد من الحد السفلي للوتد. احنا نستنى، والله جه اخترق من المستوى ده وصل لحد المستوى ده مثلا واخترق، خلاص يبقى انا كده دلوقتي شروط النموذج اتحققت. وزي ما قلنا للناس اللي ما تعرفش ايه هو النموذج، او مش عندهاش خلفيه بالوتد الهابط او النماذج الانعكاسيه بشكل كبير، نيجي نقول ان هي حركه هابطه ضعيفه بتدعم الصعود. ليه حركه هابطه ضعيفه بتدعم الصعود؟ لان الحركه الهابطه الضعيفه لو احنا ترجمناها من الناحيه السايكولوجي او من الناحيه النفسيه، هنلاقي ان الحركه الهابطه دي بتقول لنا ايه؟ خلي بالك دلوقتي البياعين اللي هم بينزلوا السعر الاسفل دلوقتي هم في حاله ضعف. يبقى معنى كده ان في احتماليه ان المشترين يجوا في اي وقت يسيطروا على السوق، بمجرد ان هم يعني يحشدوا زخم الصعود على طول، تمام؟ هو ده السعر بيقوله. مش لازم نحفظ، زي ما قلنا مش لازم نحفظ النماذج، مش لازم نحفظ من الدعم نشتري ومن المقاوم نبيع، ولو لا، هي استراتيجيه السوق السعري بتقول لك شوف السعر عايز ايه. زي ما قلنا دلوقتي ان ده نموذج بيدعم السوق غير، او النموذج يخترق هدخل اشتري على طول، تمام؟ طيب دلوقتي على نموذج الاسترليني ين، لو بصينا من اول هنا، خلينا كمان نبص من اول هنا، هنلاقي ان كان في السعر حركه صاعده، بس جه اتحرك في حركه عرضيه زي ما احنا شايفين اهي، دي الحركه العرضيه اهي ما بين دعم ومقاومه. واضح كده ان مستوى الدعم اهو، السعر ارتد من هنا. ده انا كمان عايزه ابصوا في هنا، ارتد كسر هنا، ارتد وبعد كده كسر هنا، ارتد ونزل وبعد كده صعد. سمعت الصوت كانت قويه، جه اول لما السعر ارتد من وصل للمستوى ده ارتد، ماشي؟ وبعد كده جه ارتد تاني. لو خدنا بالنا، لو انا مثلا على في الحته دي ماشي من لحد هنا، هنلاقي ان السعر الشموع اليابانيه لان دي تدعم الصعود، ممكن كنت اشتري واحط التارجت هنا، وصل السعر لهنا ماشي. عشان بقى ايه نكمل بقى، وصل لحد
تمام، ابتدى يطلع. طيب ماشي، يطلع يطلع وكسر المستويات القديمة، ابتدى يطلع. فكر غير الشراء بس، بس عايزين نلاقي فرصة كويسة ان احنا نشتري منها. اوكي، وصل لحد هنا، ده بقى تاني ارتكاز. السعر طلع خلاص، كده عندي واحد اتنين، كده بقى عندي خط اتجاه صاعد اقدر اشتري منه لو مجرد ان السعر يرتد. طيب انا دلوقتي لو بصينا بقى بشكل عملي، دلوقتي اهو عندي ارتكاز، ده اول ارتكاز، ده تاني ارتكاز، ده تالت ارتكاز، بقى عندي خط اتجاه صاعد. السعر دلوقتي بيتراجع. طيب لو وصل للمستوى ده، لو وصل لخط الاتجاه، لو وصل النقطة دي، مش هتكون فرصة كويسة ده، بس عشان نبان وصل للخط الاتجاه ده وابتدى يعمل شمعة انعكاسية يطلع، مش ده كويسة ان احنا ندخل نشتري، ندخل نشتري ونحط الستوب مثلا هنا تحت ال اعلى ادنى سعر قبلها، ودي ممكن نقول مثلا هو بيحاول 3 نقط 5 نقط مثلا، وبعد كده نروح مكملين او حاطين مثلا التارجت هنا. يبقى انا عندي الصفقه 3 لواحد، لان احنا ماشيين مع الاتجاه العام، ما بوظناش خطه اداره راس المال بتاعتنا، وفي نفس الوقت احتماليه ان السعر يرتد منها دي احتمالات قويه جدا، لان عندي السعر مرتد من خط الاتجاه 3 مرات ورا بعض. تمام، في حد عنده سؤال قبل ما نكمل؟ تمام نكمل. لو حد عنده استفسار او مش قادر، يعني انا مش قادر في حاجه مش فاهمها، ممكن يعني كلنا اوعدها تاني وكلنا نستفاد من الاعاده دي. طيب نيجي دلوقتي على نموذج نيوزيلندي كندي. لو بصينا ده بقى نلاقي ان بيتحرك في قناه صاعده، قناة صاعدة، القمم أعلى من القمم اللي قبلها والقيعان أعلى من كده. الصوت تمام ولا لسه في مشكلة؟ كده تمام؟ كله سامعني كويس؟ طيب نكمل؟ نكمل. في هنا السعر وصل لحد هنا لحد العلوي للقناة وارتد، عمل نموذج ابتلاعي، يعني نموذج الشموع اليابانية اللي هو نموذج الابتلاع البياعي، ده نموذج انعكاسي بيجي عبارة عن، ممكن لو حد عنده عايز ان احنا نتكلم بشكل مفصل عن الشموع اليابانية ممكن نعمل محاضرة عنها بالتفصيل. لو انتوا كلكم تمام عارفين
النموذج اللي ابتلع البيع اول ما السعر وصل له نزل تاني وصل لحد هنا، بعد كده السعر وصل. المحاضره اللي جايه نحطها في الجدول ان احنا هنكتشف تمام برضه نموذج الشهاب وصل لحد الحد العلوي، وبعد كده السعر ابتدى ينزل بمجرد، يعني دي كانت فرصه كويسه ان احنا ندخل نبيع، او ان احنا حتى لو شاريين، عشان طبعا احنا ما ينفعش ندخل مع الاتجاه العكسي. يعني احنا مثلا عندنا هنا قناه صاعده، ما ينفعش ان انا ادخل ابيع، لازم الافضل نستنى يعني انعكاسات شراء مش انعكاسات بيع. بس احنا هنا مثلا لو شاريين، لو داخلين في صفقه شراء، او لما السعر يرتد من الحد العلوي للقناه الصاعده وكون نموذج الشهاب السعر نزل تمام. طيب وصل لحد هنا، عمل نموذج الهرمي، ارتد تاني من الحد السفلي للقناه وعمل دايف. دي نموذج بقى الهرمي او نموذج المرأة الحامل، اللي هو عبارة عن شمعة هبطة كبيرة بتطلع منها شمعة صغيرة صاعدة، يعني بيقولك ان القوة الشرائية ابتدت تظهر فوصلت لحد هنا. دي كانت فرصة كويسة ان احنا نشتري ونحط الستوب، مثلا الستوب لوس نحطها هنا يعني مثلا حوالي 15 نقطة أو 18 نقطة، والتارجت نحطه عند الحد العلوي. مثلا احنا عندنا دلوقتي عندنا اهو دي حاجة يعني ممكن نخليها في اعتبارنا على نموذج النيوزيلندي الكندي على النص ساعة. السعر دلوقتي بيتراجع، هل لو وصل للحد السفلي للقناة الصاعدة مش هتكون فرصة كويسة ان احنا نشتري؟ لو كون طبعا نموذج انعكاسي طبعا يبقى دي فرصة كويسة للشراء. يبقى هو ده اللي السعر بيحاول يقول لنا عليه. احنا خلينا ماشيين نفهم حركه السعر، نفهم السعر بيقول لنا ايه. يلا دلوقتي خلاص بقيت فاهمه دي قناه صاعده، او لما السعر يوصل للحد السفلي للقناه ويبتدي يرتد، طبعا لو ظهر نموذج على الشموع اليابانيه انعكاسيه يبقى دي فرصه كويسه ان احنا نشتري، نحط الستوب لوس تحت القناه الصاعده ونحط التارجت عند اعلى سعر. طيب افرض بقى نفترض ان احنا السعر وصل للحد السفلي للقناه بس كسبه، يبقى دي خلاص كده، يبقى دي يعني ايه احتمالات ان السعر ينزل الفتره اللي جايه بقت اكبر من احتمالات انه يصعد، وتبقى فرصه كويسه للبيع طبعا ان احنا ندخل مع الاتجاه الجديد للزوج. سواء بقى بيع ممكن ندخل، تبقى فرصه كويسه مثلا ان احنا نبيع ونحط الستوب لوس هنا ونحط التارجت بقى عند اعلى ادنى سعر في الفتره اللي فاتت، هنا 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 السعر بيبتدي بقى يغير اتجاهه. طيب نيجي هنا بقى على الدولار ين، وهو ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه برضو. الناس اللي حضرت معايا المحاضرات اللي قبل كده اللي اتكلمنا على النماذج الاستمرارية، النماذج الفنية الاستمرارية، هنلاقي ان ده نموذج المثلث تمام، وده مثلث المتماسك. انا كان عندي اتجاه هابط، جه السعر عمل نموذج، السعر بيرتد ما بين مقاومة ودعم في حركة بتزيء كل فترة، معنى انها بتزيء يعني معنى كده ان القوة الشرائية والقوة البيعية خلاص في يعتبر توازن، في ضعف ما بين القوة الشرائية والقوة البيعية. اول ما السعر كسر هنا بقت اصبحت دي فرصة كويسة ان احنا نبيع ونحط الستوب لوس، نقيس المسافة ما بين هنا وهنا، هنا مثلا 121 نقطة، يبقى انا كده التارجت عندي 121 نقطة لتحت. يعني مثلا الدولار ين انا توقعاتي ليه دلوقتي لو كسر المستوى ده ان هو هيكمل 120 نقطة كمان، 100 نقطة كمان تمام. طيب عندي بقى اخر زوج، اخر مثال عندنا نيوزيلندي دولار. طيب لو بصينا على نيوزيلندي دولار على الساعة هنلاقي ان هو اهو في واضح ان هو في اتجاه صاعد عندي. السابع عمل ارتكاز، واحد اتنين تلاتة اربعة. طيب واحد اتنين تلاتة يعني لحد هنا انا مش قادرة ادخل ولا بيع ولا اشتري. ايه؟ عشان قلنا ما ينفعش ان السعر لا ما ينفعش انا ادخل اشتري مع خط الاتجاه بعد تالت ارتكاز. هنا عمل واحد اتنين تلاتة، هنا وصل للرابع لقينا ان هو ارتد، بس ارتد بشكل متذبذب، كان في هنا تذبذب. ده يدل على ايه؟ يدل على ان حتى القوة البيعية اللي كانت بتدفع السوق انها ينزل ابتدت تضعف، وابتدى المشترين يسيطروا او يظهروا في السوق. السعر طلع عمل او اعلى سعر هنا. طيب
ابتدى ينزل، هل دي اشاره كويسه ان انا ادخل ابيع؟ لا، ما دام الاتجاه صاعد عندي ما ينفعش ادخل تاني. ممكن احط زوج نيوزيلندي دولار على الساعه تحت الاختبار، او تحت اللي هي ايه احنا بنراقبه، تحت المراقبه، ماشي؟ هنستنى لحد ما يوصل لخط الاتجاه، او لما يرتد من خط الاتجاه يبقى دي فرصه كويسه ان احنا ندخل نشتري مع الاتجاه. طيب ده كان الموضوع ببساطه. في حد بقى عنده استفسار او حاجه اعيدها له خلال محاضره النهارده؟ طيب استاذ جورج، على فهم النص ساعه ممكن تكون الاشارات قويه، بس الافضل ممكن يكون على التايم فريمز الاكبر. هو احنا بنتكلم هنا، انا ممكن كاماني يعني كمتداول، انا بحب اتداول على النص ساعه، ممكن انت تيجي تقول لي لا انا بحب اتداول على اليوم. ما ينفعش اجي اقول اصل السعر بيحترم الاشارات على الاطارات الزمنيه الاكبر فالاقل، لا انا السعر في ناس بتعمل حق ارباح وهم متداولين قصيري المدى على الدقيقه، على 5 دقائق، على ربع ساعه، وفي ناس ما بتعرفش تعمل عليهم ارباح، وفي بيتابعوا على اليوم وعلى 4 ساعات وهكذا. طيب انا كل اللي بقوله وهفضل اقوله على طول دايما، ما ينفعش اقول اصل في زوج او في نموذج بينفع او حركه السعر بتحترم الفريم او الاطار الزمني ده عن الاطار الزمني التاني. لا، انا لازم قبل ما ابتدي وافتح حساب حقيقي او اتداول بشكل حقيقي على الميتا تريدر عندي، لازم اعمل باك تيست ليا، يعني اعمل ارجع بالزمن اشوف او اتابع على حساب ديمو، ادخل حسابات ديمو بس احترم حساب الديمو كانه يعني لايف قدامي، تمام؟ اجي انا افتح دلوقتي اتداول على الديمو كانه بجد، اشوف بقى انا بالتداول انا شخصيتي بيفضل ان انا ما ينفعش اجي اقول اصل انا بتداول على اليوم واجي افتح شارت الدقيقه واقول اصل انا هتداول عليه بنفس الطريقه، مستحيل، لازم هتخسر. انت لو قررت من البدايه ان انت تتابع مثلا تتابع الشارت ال4 ساعات، لكن تدخل يعني مثلا بنتابع شارت ال4 ساعات عشان نعمل نكون صوره كامله عن الزوج، لكن لما نيجي ندخل صفقه ندخلها مثلا على نص ساعه او ربع ساعه ممكن، بس ما ينفعش ما احترمش الاستراتيجيه بتاعتي. ما دام انا مشيت على استراتيجيه او ما دام انا فضلت ان انا اتداول على الساعه، ما اجيش في يوم اقول انا هتداول النهارده على الاسبوع، لا لازم احترم ان انا اتداول على الساعه لان انا مش فاهمه او انا مش هفهم غير الاطار الساعه، تمام؟ طيب سامعيني كده؟ يعني تمام الصوت واضح ليكم؟ تمام. في حاجة إن شاء الله إن شاء الله هتترفع على اليوتيوب وهنلاقيها إن شاء الله على الموقع إن شاء الله في وقت قريب. طيب في أسئلة تانية؟ أستاذ عماد إن شاء الله ممكن لو يعني ممكن لو اليوتيوب إيكوتي سلاش إيكوتي، وممكن على الموقع نفسه إيكوتي هتلاقيه موجود في المحاضرات، هتلاقيها موجودة متسجلة ونازلة عليه. في أسئلة تانية؟ طيب لا، في إن شاء الله المحاضرة النهاردة متسجلة
وهتنزل ان شاء الله على اليوتيوب في اقرب وقت. في اسئله تانية؟ في حد عنده سؤال او استفسار قبل ما ننهي النهارده المحاضره؟ الله يعافيك، شكرا يا جماعة. طيب كده احنا نكون وصلنا لنهاية محاضرتنا النهاردة، اتكلمنا فيها عن السلوك السعري وازاي نقدر نستفيد من حركة السعر في توليد إشارات البيع والشراء، شفناها بشكل عملي قدامنا على الشارت. في النهاية بشكركم على حسن استماعكم، وأشوفكم على إن شاء الله في محاضرات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.